السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا في هذا المقطع صراحة راح أجاوب على سؤال مهم جدا جدا جدا، وهو بخصوص زنت أو ونت أو عدم عمل الضاغط. طبعا الزنة هذه أو الونة هذه للضاغط، إذا جيت مثلا ووجدت، لأنها صراحة كثير سألوني هذا السؤال خلال اليومين هذه، الضاغط عندي ما يشتغل، الضاغط عندي ما يشتغل، الضاغط يونه، الضاغط الزين. المهم، وسبق صراحة أن شرحت ممكن أسباب هذه المشكلة، ولكن للتذكير فقط من الأسباب اللي راح نعددها في هذا المقطع. أولا حبايبي، إذا جيت وحصلت الضاغط يزن، يعني صوت طيط وما يشتغل، أول شيء حبايبي الله يحفظكم، أفصل الكهرباء أو أقطع الكهرباء عن الوحدة الخارجية خاصة. ثانيا افحص المكثف، زين افحص أسلاك المكثف، وافحص سعة المكثف الثنائي. سبقا شرحت كيفية فحصه، الثنائي ما يحتاج أقطاب، يجب أن يكون أو يكون عندك جهاز قياس سعة المكثف، الكاباستنس، زين كاباستر تقيسه، تقيس سعته. إذا وجدته حسب المكتوب على الصفحة المعدنية أو الملصق، زايد أو ناقص 2 مايكرو فراد راح يكون مقبول. يعني إذا كان 50 ممكن تحصل 52، ممكن تحصل 48 راح يكون مقبول. إذا حصلت 50 ولكن القياس كان 45 40 35 30، هذا غير مقبول، بدله على طول. بالنسبة للمكثف الثلاثي، يقاس ما بين قطبي الهرن والسي، لأن السي مع الفان يعطيك سعة المروحة أو سعة كهرباء المروحة، تشغيل المروحة. ولكن ما بين السي والهرن يعطيك سعة تشغيل الضاغط، وأيضا بنفس الطريقة. إذا وجدت مثلا 45 وكان المكثف عندك 50، ركب له 50 55، ما بيضر، يعني 5 مايكرو فاراد زيادة ما يأثر على الضاغط، زين، وإن شاء الله راح يشتغل معك الضاغط. نقول ما اشتغل الضاغط. إذا ما اشتغل الضاغط في الضواغط البستن، راح تحاول حتى الضواغط الروتري، صراحة الضواغط الروتري والبستن راح تحاول تعكس دوران الضاغط. وسبقا شرحت كيفية عكس الدوران. عكس الدوران، تأخذ سلك الكومن، وتحصلون هذا المقطع عندي في القناة، تأخذ سلك تأخذ سلك البارد الموصول في المكثف على الرن، على سلك الرن أو سلك الدوران، وتركبه على قطب الستارت التشغيل، زين راح تركبه هناك لمدة 3 ثواني، وبعدين ترجع تربط الأسلاك بشكل طبيعي. طبعا أنصحكم بمراجعة هذه المقاطع التي سبقت أن شرحت عنها، وإن شاء الله يشتغل، إن شاء الله يشتغل، لأن ممكن يعني حاول مرة مرتين، فك عندك التعليق، ممكن راح يشتغل. في أشخاص ثانيين أثناء تركيب أو عكس الدوران أو وضع مكثف مناسب، يقومون بالطرق على الكمبرسر. طبعا إذا طرقت على الكمبرسر تأخذ مطرقة من الربل أو المطاط المقوى، تطرق عليها، ما تأخذ شاكوش والدقدق حبيبي، لا، لأنك راح تعفص أو تطعج شيء ثاني،
خذ مطرقة ربل مطاط مقوى موجودة يبيعونها يستخدمونها للسيراميك للأشياء هذه، تطرق عليها وهذه راح تكون حنينة مثل ما يقولون حبايبنا المصريين، حنينة على الضاغط على قطاع الضاغط، وإن شاء الله راح يشتغل. حاول أنك تطرق 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 وراح يشتغل. أيضا في بعض الضواغط صراحة يوجد واقي أوفرلود يكون موجود في الأعلى، أيضا هذا الأوفرلود ممكن يكون واقي حرارة واقي إمبير، حاول أنك تفحصه وتبدل، أحيانا يكون تالف، بدل هذا الواقي وإن شاء الله راح يشتغل. أيضا شو بعد زين، وبعض صراحة بعض، وهذا شيء صعب لا أنا ولا أنت ولا أي شخص ثاني يقدر يسويه، البعض يستخدم كهرباء 420 فولت بربطها على الضاغط وعلى المكثف وتشغيل، وهذا شيء صعب ما أنصحك فيه، لأنه من الصعب أنك تربط 420 فولت بدون محول خاص في التحويل ما بين 220 إلى 420، وهذا المحول صراحة غالي الثمن، فأنسى الموضوع يعني النقطة هذه الأخيرة أنسى الموضوع. طبعا إذا ما اشتغل معاك صراحة المكيف سوري الضاغط، أنت 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 يعني راح يكون في النظام غاز، فأنت في هذه الحالة يعني خسران خسران. فنصيحتي لكم قبل ما تتخذون قرار بتغيير الضغط، فرق الغاز، لأن أحيانا الضغط لا يساعد الضغط على العمل، يعني يعطيه مقاومة راح يحصل الصعوبة، ففرق الغاز من النظام، افتح المواسير وحاول أنك تشغل الكمبرسر بدون غاز، إذا اشتغل معاك راح يكون جيد زين، راح يكون أيضا ممتاز صراحة، لأن ما راح يكون في ضغط راجع يعني هاي بريشر باك بريشر، ما راح يكون هناك ضغط عالي ايضا الحين ذكرت زين. فحاولوا انك تشغلونه بدون غاز قبل ما تتخذ قرار انك تفرغ الغاز، حاول انك تركب له هارد ستارت كيت، هذه يسمونها مكثف اقلاع، موجود ايضا شرحت عنه في مقطع سابق ومقاطع كثيره عن كيفيه ربطه، مكثف اقلاع مكثف أسود، هذا ممكن يكون جاهز زين، تشتريه سعره تقريبا حدود أقل من $10، وممكن أنك تأخذ له مفتاح مخصص، وأيضا شرحت عن هذا مفتاح مخصص وتربط عليه مكثف بسعة يعني 3 أضعاف المكثف العادي، يعني إذا كان عندك المكثف مالك 50 مايكرو، خذ لك مكثف 150 مايكرو مكثف أسود وركبه مع مفتاح خاص، لأن هذا المفتاح راح يفصل إذا اشتغل معك الضغط وراح يحافظ لك على المكثف مكثف الإقلاع، 150 مايكرو فراد 220 250 350 مايكرو فراد راح تكون جيدة، ما راح تأثر في الضغط لأنه راح تشتغل مرة واحدة. حاول أنك تركب هذا المكثف الإقلاع، اتركه اذا اشتغل اتركه لانه ما راح يضره، لانه راح يكون موجود فيه سويتش او مفتاح، اتركه لمدة اسبوع، بعد الاسبوع افصله وشوف هل راح يشتغل الضغط بسلاسة او لا. مثل ما قلت اذا ما اشتغل فرغ الغاز. اذا كل هذه المحاولات امانة باءت بالفشل، فيكون عندك يا حبيبي او يا حبايبي الله يحفظكم، الضغط يكون عندك من داخل في خلل ميكانيكي وليس كهربائي. بعد الحين ذكرت أنا مشكلتي إني أخربط بالمعلومات صراحة. قبل ما نتكلم عن الخلل الميكانيكي، نتكلم عن جرب تفحص أسلاك الضغط، يعني في غطاء يكون راكب على الضغط، هذا الغطاء شيله وافحص مقاومة هذه الأسلاك،
شوف هذه المقاومة هل هي سليمة أو لا، هل الأسلاك محروقة أو غير محروقة، لأن أحيانا ممكن إذا عندك سلك محروق ما راح يشتغل معك هذا الضغط، وراح تظن أن والله الضغط هذا تالف. نرجع للسالفة الأخيرة اللي هي ممكن يكون عندك خلل ميكانيكي، وفي الخلل هذا الميكانيكي الحل الوحيد اللي يكون فقط تبديل الضغط، لأن الضغط هذا من داخل يكون كاسر عمود، كاسر قطعة، كاسر شيء ما يتحرك، المحرك بروحه من داخل تالف، يعني خلاص وصل للعمر النهائي ماله. جربوا هذه الحلول وإن شاء الله راح تنفعكم، وادعوا لنا، وإذا ما نفعت لكم أيضا ادعوا لنا. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشره مع أحبائكم. إذا عندكم أي إضافة أخرى نستفيد منها وأيضا المتابعين يستفيدون منها أضيفوها. طبعا هذه المشكلة ممكن راح تكون كهربائية، ممكن راح تكون ميكانيكية داخل الضغط. أشوفكم على خير يا حبايبي، مع السلامة. صلى الله عليه وسلم.